السلام عليكم. تمثل الزراعة واقعا مهما في حياة الشعوب في معظم دول العالم لما توفره من أمن غذائي ووارد اقتصادي للدولة. في بلدنا العراق بدأت الأمور تسير باتجاه عكسي، فبعد أن كان العراق في صدارة الدول العربية من حيث مساحة الأراضي الخصبة أصبح آخرها. وبحسب تصريحات حكومية سابقة فإن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تبلغ اليوم 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، علما أنه كان يتم استغلالها كلها قبل عام 2003. الأسباب التي أدت إلى تراجع الواقع الزراعي عديدة في العراق، أهمها ضعف منسوب مياه الري الذي أدى إلى زيادة تصحر التربة، كذلك العمليات العسكرية والحروب التي بدورها ساهمت في تدمير الأراضي الزراعية في المحافظات التي تعرضت لتلك الفترة، خاصة في المحافظات المنكوبة، فضلا عن إهمال الأراضي من بعض الفلاحين والانتقال للسكن في المدن بعد زيادة التصحر وقلة الأمطار، إضافة إلى قلة الدعم الحكومي والسماح في استيراد الخضروات والفواكه في مواسم جنيها، أسهم هو الآخر في هبوط أسعار المنتجات المحلية وخسارة المزارعين. وبحسب قول معظم المزارعين الذين أكدوا صعوبة العمل في مثل هذه الظروف وعدم القدرة على دفع أجور العمال والمستلزمات الكيميائية في ظل تصاعد أسعارها. من جانبها أكدت لجنة الزراعة النيابية أن ملف المياه أثر على نوعية الزراعة وكمياتها وعدم وصول مياه صالحة للشرب إلى مناطق الوسط والجنوب، لا سيما في القرى والأرياف، وتأثير هذا الملف على الأمن القومي العراقي وملف الزراعة والأهوار التي دخلت على لائحة التراث العالمي اليونسكو. وشددت اللجنة أيضا على أن الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بالتبطين وحفر الأنهار ونصب المضخات على الثرثار لرفض نهر الفرات، والمباشرة بتنفيذ المشاريع الوزارية مع زيادة التخصيصات المالية في الموازنة. وضمن هذه المعطيات نطرح التساؤلات الآتية: لماذا انخفضت الزراعة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق من 80 مليونا إلى 14 مليون دونم؟ كيف أثرت تداعيات المياه على زيادة التصحر بواقع 70% من الأراضي الزراعية؟ هل أصبح العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة؟ ما سبب الكارثة البيئية التي تهدد أهوار العراق ووقوع الحيف على محافظة ميسان ومناشدات المزارعين في النجف لتوفير الحصص المائية؟ وكيف تقلصت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 61% خلال السنوات العشر الماضية؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي في العراق. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، مرحبا بك. حياكم الله. مرحبا. حياك الله. وسينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا ضيوفنا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود بإذن الله. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبحث في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي في العراق. معنا ضيفين، الدكتور رافع الفلاحي والدكتور نظير عباس الأنصاري. أبدأ معكم دكتور رافع. يعني كما تعرفون تداعيات المياه أثرت على زيادة التصحر بواقع مهول جدا وهو 70% من الأراضي العراقية، وبالتالي انخفضت الأراضي الصالحة للزراعة، ولكن من يتحمل مسؤولية الاضطراب والتذبذب في الذي أصاب القطاع الزراعي بشكل خاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ محمد وحيي ضيفك الكريم الدكتور نصير الأنصاري، النظير الأنصاري الحقيقة. عندما نتحدث فعلا هي هناك شحة في المياه وهناك تدفقات للمياه، ودكتور نظير خير من يتكلم عن هذا الموضوع، الرجل اختصاصه ورجل عالم في هذا الموضوع، لكن هذا كله لا يعفي أنه العراق لو كان دولة حقيقية، لو كانت له سياسات معينة، سياسات عليا وسياسات مائية، لما وصل إلى هذا المستوى. لو كانت له سياسات في البناء والتعمير ومحافظة على نظافة البيئة، ما كان وصلنا إلى هذا المستوى. هذا المستوى لم يأتي من فراغ، يعني لم ينزل بالفراشوت مثل ما يقال، هذا تراكمي في السلبي إلى أن وصلنا إلى هذا المستوى. يعني هل كانت هذه القضية الجفاف وصلنا إلى هذه المرحلة هي مرحلة مخفية وجاءت فجأة؟ لا، كانت معروفة وكان خطواتها واضحة وصولا إلى هذا. من عام ربما، يعني خلينا نتحدث عن فترة هذه 21 سنة، من عام 2003 لحد الآن، المبالغ التي جاءت إلى العراق، موارد المالية هائلة جدا، لكن كم بنيت من سدود في العراق، كم بنيت من مشاريع مياه، كم صرفت على الزراعة، كم صرفت على الري؟ هذه كلها واقع الحال يؤكد أن هناك عدم اهتمام، هناك تهميش لهذا الوضع. الحقيقة وضع المياه ووضع الزراعة، أنا أقرأ في الموازنة، موازنة 2024 وموازنة 2025 وما بعدها، المبالغ المخصصة لوزارة الزراعة يعني لا تزيد عن 670 مليون دولار سنويا، ما يساوي 0.5% من الموازنة، 0.5% من الموازنة. نحن في بلد مثل العراق كان يسمى بلد السواد، بلد زراعي أساسا، هو بلد زراعي وليس بلد، يعني النفط مادة تنضب وتنتهي، لكن الزراعة هذه باقية، والعراق بلد زراعي ومعروف من عبر التاريخ هو بلد زراعي. الآن هل يستطيع أحد أن يقول لي أن العراق بلد زراعي ولم يخرج من هذا التصنيف؟ العراق الآن ليس بلدا زراعيا، خرج من هذا التصنيف 100%، لأن أنت لو قدر لك أن يعني ترتفع بطائرة الآن على العراق، سترى صحراء كاملة جرداء، وسترى المناطق الخضراء ربما في أكتاف الأنهر في قليل من هذه المناطق. الزراعة ليس لها أي اهتمام الحقيقة، والأراضي اللي حضرتك الآن في المقدمة أشرت لها، الأراضي الصالحة للزراعة من 80 مليون إلى 14 مليون، كارثة. والحقيقة احنا سنصل إلى حالة لا توجد أراضي صالحة للزراعة، كلها صحراء كلها، وإضافة إلى الأراضي التي جردت من بساتين، جرفت تماما وتحول صنفها من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية، تحولت بسبب تجار وبسبب شراهة وبسبب طمع وبسبب فساد. هذا كله جزء من عدم الاهتمام بالزراعة، هذا أدى إلى أن نصل إلى حالة غريبة عجيبة. بالحال نحن الآن بلد يستورد كل شيء، وقبل أيام أقرأ يعني خبر يمكن صادم للبعض، نحن نستورد موز بمبلغ 125 مليون دولار أو 175 مليون دولار سنويا. نعم 175 مليون دولار، 123 مليون دولار سنوياً. بالنص نعم. 123 مليون دولار سنويا نستورد موز نعم. فقط، يعني بما معناه شهريا بحدود العشر ملايين وربع، صحيح، ومئتين وخمسين ألف صحيح. دولار شهريا نستورد موز. بلد احنا استهلاكي، تحولنا الى استهلاكي كذبة كبيرة، ونستورد كل شيء من الطماطة والخيار والكل شيء وكل كل شيء، وبلد مستهلك بعد أن كنا بلد زراعي وكانت عندنا فائضة واكتفاء ذاتي في بعض في كثير من المواد، وكانت الزراعة تشكل نسبة معينة من الـ من الـ من الـ من الحاصل العام للعراق، من موارد العراق العامة. هذا كله غير موجود الآن. دكتور نظير، أجدد الترحيب بكم. لنبدأ من مؤتمر صحفي للجنة الزراعة النيابية، حذرت في هذا المؤتمر من المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي في العراق بشكل عام. ما هي أبرز هذه المخاطر دكتور؟ أولا شكرا على الاستضافة وتحية لحضرتك وضيفك الكريم. بالحقيقة شوف أخي العزيز، كل ما يصدر تقرير من منظمة دولية
تشوف المسؤولين المعنيين في العراق يطلعون ويصرحون تصريحات. يعني هذا التصريح جاء بعد أن نشرت الشهر الماضي منظمة الأمم المتحدة تقرير عن الجفاف في العراق. هذه التقارير مو جديدة، يعني صار أكثر من 15 سنة تصدر هاي التقارير، وإحنا صار لنا نتكلم على قناتكم الكريمة وبالمؤتمرات سواء ببغداد أو العالمية حول هذا الموضوع من أكثر من 15 سنة. المشكلة أنه يعني اهتمام المسؤولين في هذا الموضوع يعني جانبي جدا. السبب الرئيسي أنه قسم من متخذي القرار ما مستوعبين إلى الآن أهمية المشكلة وأبعادها. الشيء الآخر، قسم من المسؤولين مستفادين من هذه الأزمة، لأنه مثل ما تفضل ضيفكم الكريم دكتور رافع، بس موازن استورد 123 مليون دولار سنويا. من دا يستورد هاي المواد؟ معظمها المسؤولين هم اللي دا يستوردون، يعني معناها أكو منتفعين من هذا الشيء. المهم نرجع على التقرير والمخاطر. طبعا المخاطر، احنا راح نتحول اذا ما اتخذنا اجراءات معينة، راح نتحول الى بلد يستورد كل شيء والى بلد صحراوي. عدا هذا، هجرة الفلاحين، عشرات الالوف من الفلاحين حسب تقارير الامم المتحدة والمنظمات الاخرى الى المدن الكبرى، راح يسبب مشاكل كبيرة جدا، امنية وصحية واقتصادية وبيئية. فهذه هي المشكلة الكبرى اللي سيعاني منها البلد. وإحنا تكلمنا على قناتكم الكريمة أيضا أنه مسألة المياه هي مستقبل البلد ومستقبل المواطنين، فإذا ما اهتمينا بها يعني معناها هذا البلد راح يتدهور والمواطن يتأثر بشكل سلبي كبير مع الأسف. نعم. طيب دكتور رافع، كما تعرفون ملف المياه يعني أثر بطبيعة الحال على نوعية الزراعة وأيضا كمية الزراعة. موضوع عدم وصول مياه صالحة للشرب إلى مناطق الوسط والجنوب، لا سيما في القرى والأرياف، هناك من يتحدث أن هذه المشكلة تؤثر على الأمن القومي العراقي كما نسمع. ما معنى ذلك دكتور؟ حقيقة هي مواردك، يعني عندما تحافظ على مواردك أنت تصون أمنك القومي، تصون أمنك الوطني. مواردك تشكل ركن كبير في أمنك الوطني، في تشكيل أمنك الوطني، في تشكيل هذا السياج الذي يحمي مواطنيك ووطنك. هذا جزء من عنده، هذا المفهوم العام. عندما تفرط في هذه الأشياء أنت بعيد جدا عن الاهتمام بأمنك الوطني. الآن عندما نستورد كل شيء نحن نسيء لأمننا الوطني. يعني احنا عندما نستورد، وقبل قليل دكتور نظير يقول انه احنا يعني بعد سنوات نستورد كل شيء، الان احنا نستورد كل شيء، مع ذلك بعد سنوات نحن بلد معتمد على الاخر. اذا امننا الوطني معتمد على الطرف الاخر، فيما لو الطرف الاخر كانت لديه اي مشكله سياسيه معنا، او مشكله امنيه، مشكله عسكريه، مشكله اقتصاديه، اي مشكله ممكن ان يقطع علينا هذا. صحيح. وهذا يؤدي إلى خلل كبير في السوق العراقية، في قدرتك على أن تتحمل الحياة. نحن يعني عشنا، وأنت حضرتك عشتها ودكتور نظير، عشنا في ظروف حصار لمدة 13 سنة. كانت موارد العراق بقدر ما هي قليلة، بقدر ما عانينا من شظف العيش، لكن كانت هناك موارد معينة يستطيع المواطن أن يتصرف بها، يستطيع بغض النظر عن شكل الدولة. يعني أنا أتكلم عن دولة ماضية ونظام سابق، لا، لكن نتكلم عن فترة زمنية تاريخية موجودة كان بها المواطن الدولة تتصرف، المواطن، مؤسسات تتصرف بهذا الشكل. نعم الاستيرادات قليلة، الموارد قليلة، لكن أيضا كانت الموارد الداخلية يستطيعون أن يفعلونها بشكل أو بآخر. هذا غير موجود الآن، رغم قلتها في ذلك الوقت لكن كانت مفيدة، الآن غير موجودة. أنت أمنك الوطني مخترق لأنه إرادتك مرهونة بالخارج، هذا واقع الحال. يعني دكتور، عندما لا تزرع ولا تنتج، هل يتم يعني رهن القرارات السياسية
بالدولة التي تصدر لنا. بس قراراتك السياسية، قراراتك الاقتصادية، قراراتك العسكرية، كل رؤيتك، كل إرادتك مرهونة بالخارج، هذا واقع حال. لذلك كثير من الدول حتى في الحروب، يعني دعني أذهب إلى الحروب، كثير من الدول التي تستورد الأسلحة من دول معينة وتعتمد على الطرف، أطراف معينة، إذا ما قطعت سيؤدي إلى خسائر كبيرة في هذه البلد، حتى خسارة حروب. هذا واقع الحال، هذا الدفع الدول الكثيرة إلى أن تفعل صناعات عسكرية وتجيب معامل عسكرية وتنتج أشياء عسكرية لكي تعزز أمنها الوطني، لكي تعزز قدرتها وإرادتها وصول قرارها داخلي وليس خارجي. أنت قرارك خارجي عندما تكون الزراعة وأهم شيء هذا وغذاء الناس وسلة الناس، السلة الغذائية تكون بيد الآخرين. أنت انظر إلى بغداد الآن، كانت بغداد، كل أطراف بغداد، حواضن بغداد كلها سلة غذائية لبغداد. ماذا حصل؟ ميليشيات اعتدت واخذت هذه كل الاراضي، وارهاب وما ارهاب وما اعرف منه، واتهامات كثيره. هجروا اهلها وجرفت الاراضي وجرفت البساتين وما عادت سله بغداد هذه. بالضبط. بغداد تاكل وتشرب من المستورد. صحيح. هذا جزء من خلل كبير في امنك الوطني، هذا اللي نتحدث به. نعم المياه مهمه، وهذا جزء ايضا من شخصيتك، من هويتك، من هيبه الدوله. ان لم تكن للدوله هيبه لا تستطيع ان تفرض على الآخرين احترامها. هذا جزء من عنده. نعم هناك من يتحكم بالمياه، مصادر المياه، هذه الدولة سين أو صاد أو. لكن لو كانت لدينا شخصية معينة، هوية معينة، هيبة للدولة، لما استطاعت هذه الدول أن تعاملنا بهذه الطريقة. وحتى قدرتنا على التجارة في هذا الموضوع، المتاجرة في هذا الموضوع، يعني معاملة المياه كموضوع تجاري غير شكل، وتفاوضنا غير شكل. نحن في دولة بلا قدرة أو هيبة يفرض نفسها على الآخرين. طيب. دكتور نظير، مسألة انخفاض الأراضي الزراعية في العراق من 80 مليون دونم إلى 14 مليون دونم هو رقم كبير جدا، وربما يعني يدعو إلى التوقف عنده. على لو اعتمدنا على هذا الرقم، هل وصل العراق، نفهم من هذا أن العراق قد وصل إلى مرحلة الانهيار بالاستناد إلى هذا الرقم المهول؟ يعني العراق الآن في مرحلة حرجة جدا. إذا نرجع على تقارير المنظمات الدولية، العراق ده يخسر ما لا يقل عن 100,000 دونم من الأراضي الزراعية سنويا. وأعتقد هذا التقرير طبعا قبل كم سنة طلع، لكن حاليا يمكن أكثر. لأنه إذا نرجع إلى قبل 3 سنين تقريبا، نشوف أنه وزارة الموارد المائية قلصت الأراضي الزراعية بنسبة 50% نتيجة شحة المياه. وبعد ذلك الشحة بدأت تزداد، يعني معناها أكثر من 50% من الأراضي الزراعية قلت. تقارير أيضا جديدة، أكو يعني مسودة تقرير لمنظمة التعاون الدولي السويدية، بعثولي خلينا نقول الدرافت كوبي للتقرير قبل أن ينشروه قبل شهرين، تقول حاليا الانتاج الزراعي انخفض بحدود 37% خلال هذه السنين نسبة إلى كم سنة الماضية. هذه أرقام يعني مخيفة بصراحة، لأنه معناها أنه إحنا على حافة الانهيار بالنسبة للقطاع الزراعي مع الأسف. ونفس الشيء بالنسبة للثروة الحيوانية، يعني نفس التقرير أيضا يشير إلى تقريبا نفس النسبة بالانخفاض بالنسبة للثروة الحيوانية، وهذه كلها مؤشرات مع الأسف غير جيدة ولا تصب في مستقبل مزهر للوطن مع الأسف. دكتور، هناك من يتحدث عن ربما إيجاد الحلول الآنية والفورية لإنقاذ العراق من هذه الأزمات المتتالية، خاصة وأنها يعني قد تركزت ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. هناك من يتحدث عن، حقيقة أنا كتبت سؤال ولكن يعني لا أعرف ما هي الآلية أو كيف سيتم ذلك. هناك من يتحدث عن أن الحل يمكن بالتبطين وحفر الأنهار ونصب المضخات على الثرثار لربض الفرات، والمباشرة بتنفيذ المشاريع الوزارية مع زيادة التخصيصات المالية لهذا القطاع. تعتقد أن هذا الحل هو الأمثل دكتور؟
عفوا، هذه الحلول ترى معروفة، وإحنا كررناها على قناتكم الكريمة نعم وبالمؤتمرات، وآخر مؤتمر المؤتمر الرابع اللي صار ببغداد اللي سوته وزارة الموارد المائية. أنا أيضا تكلمت وعدت شنو هو المطلوب. المطلوب أولا خطة استراتيجية بعيدة المدى، مو حلول آنية من تصير مشكلة الكل يتراكض ويطلعون 100,000 مبرر لهذه المشكلة ويتخذون قرارات آنية ما يعرفون تبعاتها المستقبلية اللي قد تكون طبعا سلبية. أخي، إذا عندنا خطة استراتيجية بعيدة الأمد، واحدة من الأشياء اللي ذكرتها حضرتك هي القنوات توزيع مياه الري يجب أن تكون مبطنة ومغطاة، وهاني دائما أذكرها. هاي تركيا اللي مناخها قل تطرفا من العراق، 80% من قنوات توزيع المياه عندهم مبطنة ومغطاة حتى يقللون الفواقد المائية. اثنين، نظم الري يجب أن تتغير كليا، يعني نظام الري الحالي هذا فواقد المائية كبيرة جدا، لازم نتجه إلى نظم ري أقل فواقدها المائية اللي هي الري بالتنقيط. مثلا البساتين كلها المفروض تكون الري بالتنقيط، والري بالرش أيضا نستخدمه. هذه بعض الأشياء. الشيء الآخر أيضا المهم هو التوعية الجماهيرية. احنا مع الاسف ما عندنا توعيه جماهيريه، احنا من تصير اي مشكله في اي قطاع المسؤولين يطلعون ينطوك مبررات عجيبه غريبه، وبعدين ينطوك ايضا وعود على اشياء مستقبليه ما لها اي تنفيذ طبعا. وهذا اللي ده يحصل ايضا في قطاع المياه، نفس الشيء، مبررات ووعود وكلها ما تنفذ. الصيانه للمشاريع ما موجوده إطلاقا، المواطن ما يعرف حقيقة الأمر فما يعرف كيف يتصرف. الشيء الآخر أنه ما عندنا احنا برنامج لتطوير الكوادر البشرية داخل الوزارات المعنية، كل الوزارات أصلا، يعني خاصة هسه إذا نجي على الزراعة والمياه، العلم ده يتقدم ويتطور بشكل كبير جدا، احنا بعدنا على الأسس القديمة، ماكو أي تفهم واستيعاب للطرق الجديدة والحديثة اللي تصير بالعالم، فهذه كلها سلبيات. الشيء الآخر المهم جدا جدا، احنا لازم عندنا خطة زراعية مبنية على أسس علمية، يعني معناها النباتات اللي استهلاكها للمياه كبير جدا يجب أن تخلص. كل محافظة لازم تعرف ايش قد تخصيصاتها المائية، وتعرف المساحات اللي تزرعها من نباتات معينة. الشيء الآخر أيضا والمهم جدا، احنا ما يصير نبقى معتمدين على مياه دجلة والفرات بحدود 95%، واحنا أجرينا الكثير من التجارب والبحوث، وقلنا يجب أن نتجه إلى المصادر غير التقليدية للمياه، وهذه المصادر غير التقليدية هي حصاد مياه الأمطار، ونطينا احنا الكميات ملايين الأمتار المكعبة من المياه الأمطار ممكن أن نستفاد منها، بدل ما تسوي لنا مشاكل مثل ما صارت بأربيل سنة 21، هذه السنة صارت بدهوك وديالة، قبلها صارت بميسان وواصل، وانجرفت مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية، والبنى التحتية تأثرت وبيوت انهدمت. هذه كلها ممكن نستفاد منها. المصدر الآخر مياه العادمة، تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية. ودائما أعطي مثل، هذه الأردن جارتنا، روحوا شوفوا شلون دا يسوون هذه الشغلات، الحصاد مياه الأمطار وتنقية المياه العادمة. وكل هذه إذا صارت، إذا ماكو صيانة ومتابعة، إحنا مع الأسف من نسوي شيء أو مشروع ماكو متابعة له ولا أكو صيانة، نعم. فلذلك بعد فترة قصيرة نشوف هذا المشروع ينتهي. فهذه هي الأشياء اللي المفروض تنظر لها الدولة. طيب دكتور، أيضا بعض الحلول، لكن دعني أنتقل إلى الدكتور رافع. دكتور رافع، أكو بيان للبنك الدولي يتحدث ويعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه
قد يؤدي إلى فقدان العراق في عام 2050 ما نسبته 20% من موارده المائية. دكتور، هل الحكومات المتعاقبة، ونحن نتحدث هنا بشكل خاص عن حكومة محمد الشيع السوداني، هل تدرك الحكومة حجم هذا الضرر والمخاطر؟ يعني هل لديها تصور واضح؟ أستاذ محمد، لم يكن لديها تصور واضح، هي ليست حكومة. واقع الحال هكذا يعني. والبنك الدولي في تقريره هذا قال أنه في العراق ليس هناك سياسة مائية، وهذا واقع الحال. وفي العموم نحن لدينا سياسة عشوائية، ليست لدينا سياسة عامة، لدينا خطط تنموية، لدينا قدرات، لدينا رؤية استراتيجية للحاضر والمستقبل، هذه غير موجودة. نحن لدينا خطط وبرامج عشوائية. بمعنى الآن يعني حتى من الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما بعده، والأمريكان شجعوا على هذا الموضوع، شجعوا على التجارة وأعطوا كل الدعم المادي والمعنوي والتسهيلي للتجارة، تاجر صحيح، والتجارة أرباح. لذلك كل القرارات الآن تنصب التجارة. يعني عندما تحدثنا عن الموز، لأنه قضية تجارية يربحون بها ربح آني وسريع، لا يهم المستقبل، لا يهم العراق راح يصحر وينتهي والنفط راح ينتهي، ما يهمه أن يكسب الآن. حتى تجريف الأراضي بهذه الطريقة وبناء هذه المجمعات لتبييض الأموال، هذه كلها مكاسب مادية، لتحقيق مكاسب مادية، هذا جزء من عنده. أنت البنى التحتية والبنى التحتية، الأرض الزراعية، هذه بنى يعني تراكمية لم تأتي اعتباطا. يعني أنت إذا تريد أن تعيد، هل سمعت من عام 2003 لحد الآن أنه جرت خطة لإعادة إصلاح أراضي زراعية؟ لم يحصل هذا. لما هذه تستوجب مبالغ كبيرة هائلة لاستصلاح الأراضي مرة أخرى وإعادة تنشيط الأرض، هذه لا يفكرون بها. الأراضي تتصحر وتنتهي وخلص، انتهى الموضوع. أنت عندما تريد أن تعيد الأراضي، هذه يحتاج لها إلى جهود كبيرة جدا وأموال كبيرة جدا، هم لا يريدون أن يصرفوها. ذلك أنا أقول التخصيصات بالموازنة للزراعة لا تساوي نصف بالمئة. نصف بالمئة هذا كارثة. وإحنا بلد يسمونه بلد زراعي، هذا مو بلد زراعي، كذبة كبيرة. إذن إحنا ما يحكمنا هي القرارات العشوائية. لاحظ سيأتي على الأهوار. يعني كنا قبل 2003 وبعد 2003 كانوا يقولون، ومن حقهم أن يقولون تبريرات سياسية، يقولون أن النظام السابق كان يحرم هذه المناطق ويجفف لأغراض طائفية أو يعني. والآن ماذا؟ ما هي الحكومة أكثر جفافاً أصبح. ما هي الآن أكثر جفافاً. طيب ما هي الأحزاب التي كانت تنادي بهذه القضية التي تحكم؟ صحيح. لماذا جفت الأهوار؟ هناك تفكير ناقص، هناك رؤية ناقصة، هنا معدومة وليست ناقصة الحقيقة في التصرف لذلك البنك الدولي عندما يقول لا وجود لسياسات مائية في العراق، هذا واقع الحال. صحيح. يعني جاءتنا مياه كثيرة، تأتي المياه وتدخل في دجلة والفرات وتذهب إلى شط العرب وتروح إلى البحر، تنتهي القضية. ليس هناك خزانات، ليس هناك سدود، ليس هناك تفكير عملي في 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 استثمار هذه المياه في خزانات معينة، في زراعة معينة، أبدا لا يوجد. فلذلك الزراعة لا تشكل ربحا سريعا آنيا، يحتاج لها إلى وقت. كتجارة تحتاج وقت، دورة المال بها دورة بطيئة. ويحتاج لها وقت كثير، فهم لا يرغبون في هذه القضية. قضية التجارة سريعة. سريعة، يبيع مواد ويكسب مواد وخلاص، وتجي أموال كثيرة، وهذا الذي يحصل. دكتور نظير، سنأتي على الحلول المطروحة وهي الاعتماد على مياه الآبار، ولكن دعوني أذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إن شاء الله. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟
ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نبحث في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي في العراق. ودكتور نظير، توقفنا عند من طرح هناك بعض الحلول، حيث يعني مفاده يجب الاعتماد أن الاعتماد على الآبار في توفير مياه للزراعة، ولكن هناك من يتحدث من المختصين أن مياه الآبار غير صالحة لسقي المزروعات لأنها تحتوي على مادتي أو معدني الرصاص والكبريت، ما يشكل تهديد وخطر على الزراعة وعلى الحيوانات بشكل عام. ما دقة هذا الطرح دكتور؟ عفوا، هذه المعلومات مو مضبوطة بصراحة. يعني احنا اشتغلنا بشكل كبير جدا على المياه الجوفية، خاصة بالنظام السابق من صار الحصار على العراق من قبل الأمم المتحدة، تشكلت لجنة لدراسة الموارد المياه الجوفية، وأنا كنت عضو بهذه اللجنة وكان اختصاصي وكانت برئاسة وزير الري الأستاذ عبد الوهاب محمود بوقتها. المهم، مو كل خزانات المياه الجوفية المياه غير صالح للشرب، لا، ماكو هيك شيء، لكن بنفس الوقت أنه كمية المياه الجوفية ترى محدودة، مو مثل المياه الموجودة في نهري دجلة والفرات ورواحدهم. فلذلك كل مو هاي مو بس بالعراق، كل العالم. فلذلك استخدام أو استثمار المياه الجوفية يجب أن يبنى على أسس علمية. يعني ما يصير إحنا نجي نستخرج مياه أكثر مما يترشح أو ما يسمى بالمياه المتجددة لهذه الخزانات، وبعكسه ستجف هذه الخزانات، وهذا اللي صار في بعض حقول المياه في الأردن مثلا. وعندنا إحنا المفروض أكو نظام لاستثمار المياه الجوفية، يعني بعد البير عن البير الآخر، لأنه أكو تأثيرات بين بير وبير وإلى آخره. هذه كانت مطبقة سابقا، لكن حاليا غير مطبقة إطلاقا، ودي يصير استنزاف هائل للمياه الجوفية، دي يأثر حتى على المسطحات المائية، وواحدة منها بحيرة ساوة. بحيرة ساوة انتهت وجفت نتيجة الاستثمار غير المعقول وغير المبني على أسس علمية من قبل بعض المواطنين في المنطقة للمياه الجوفية، وهذا شيء خطير جدا، لأنه المياه الجوفية هي خزين استراتيجي للأجيال القادمة، فإذا استنزفت بهذا الشكل غير صحيح. صحيح أكو بعض خزانات المياه الجوفية كمية الأملاح فيها عالية جدا، لكن من الممكن أن تنقى هذه باستخدام الطاقة الشمسية. احنا ما شاء الله بلدنا يعني ساعات سطوع الشمس كبيرة جدا، وممكن نستغلها ونحلي هذه المياه الجوفية اللي غير صالحة نتيجة زيادة الأملاح فيها، وتستخدم للأغراض الزراعية. لكن أرجع وأقول، إذا كل الأشياء العمليات ما مبنية على أسس علمية مدروسة، النتائج ستكون سلبية. هذا رأيي. طيب دكتور رافع، هناك اتهامات مثلا لدول الجوار منها إيران بأنها أنشأت مشروعات مائية، أدت هذه المشروعات لتقليص الحصة المائية للعراق بمعدل يعني 80%. حكومة بغداد متهمة في نفس الوقت من قبل دول الجوار بأن حكومة بغداد تهدر كميات كبيرة من المياه. دكتور، هل مشكلة المياه ممكن يعني أن تتحول في المستقبل إلى أزمة سياسية بين الدول، وربما تتطور هذه الأزمة إلى ربما بعض المناوشات العسكرية؟ ما تطرح حضرتك أنت بالجانبين هو صحيح. نعم. الجانب الخارجي هو منع
والجانب الداخلي لم يستثمر الأموال المياه التي لديه، ليس لديه سياسة مائية الحقيقة. فالحالتين صحيحة، والأساس في كل هذا أنت من أنت، ما قيمتك دوليا، ما تأثيرك دوليا، ما هويتك، ما قدراتك، ما هيبة الدولة، هذا كله إلى تأثير. هذه لم نعاني منها ونحن دولة ولديها سيادة واستقلال ووزن إقليمي ودولي. الدول الأخرى تتحرج في التعامل معنا لأن لديها مصالح، لدينا علاقات ولدينا تأثيرات. عندما يكون العراق بلا شخصية، بلا هوية سياسية، بلا قدرات سياسية، ستحصل مثل هذه، وحصلت في الفترة الأخيرة وهذه السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك. هذه الدول لا يعني ليس لديك وزن سياسي بالعالم، ليس لديك قدرة، أنت تعتمد على الآخرين لحمايتك، والآخرين، ولذلك هذا جزء من أمنك القومي، الآخرين مصالحهم إذا كانت مع الدول الأخرى أكبر من مصالحهم معك لا يهتمون لهذه القضية. صحيح. فأنت مثلا، لنأتي إلى مثال عملي، أمريكا لا تستطيع أن تضغط على الدول الأخرى لأنها هي اللي صنعت التجربة في العراق وتريد العراق أن يزدهر والعراق يتطور ويكون نموذج للعالم بالرقي والازدهار والديمقراطية، مو هذا اللي قالته؟ نعم. طيب، ما جزء من عنده يجب أن يكون هناك حياة طبيعية في العراق، حياة فيها زراعة وبها ري وبها نمو وبها بناء. ألا تستطيع أن تضغط على الدول بمصالحها بقدراتها السياسية والعسكرية على كل الدول هذه لأجل أن يعني يزدهر هذا المشروع الذي هي ترعاه؟ هكذا هي لم تفعل ذلك لأن مصالحها مع هذه الدول غير شكل وأعلى منها. ذلك لا تهتم هذا الموضوع، ولذلك من البداية هم ذهبوا، الأمريكان عندما احتلوا العراق في عام 2003 ذهبوا إلى التجارة، شجعوا التجارة. صحيح. وأعطوا يعني دعم كامل للتجار ومتاجرين الناس، ولم يهتموا بهذه قضية الأرض والزراعة والمياه، لم يهتموا إليها ولم يلتفتوا إليها، ودفعوا كل القوى التي حكمت العراق من عام 2003 لحد الآن بهذا الاتجاه. هذه السياسة الحقيقية. فأنت نعم إيران مخطئة، تركيا غير كذا، أنت لديك اتفاقيات دولية، دولة المنبع لها القد حصل، دول المجاورة، المياه، هذه كلها محسوبة، لكن من يطبق هذه القوانين إن لم تكن لديك شخصية وقدرة وسياسة معينة وهيبة دولية وإقليمية وعالمية؟ دكتور، وإحنا نقرأ يعني على موضوع ما بين مصر وأثيوبيا في موضوع سد النهضة اللي بنته أثيوبيا على نهر النيل، يعني كانت هناك مباحثات كثيرة جدا وهناك تهديدات. أنا أقول يعني عندما قرأت على هذا الموضوع، يعني لماذا لا يكون العراق بمستوى مثلا مصر في عملية يعني أخذ الحقوق بالطرق الدبلوماسية، لا أقول بالحروب، يعني هو هذا الموضوع. يعني هذا رجعنا، نعم. هل في العراق دولة أم لا دولة؟ نعم. هو هذا رجعنا، نحن من عام 2003 لحد الآن بغض النظر عن شكل النظام السابق، شكل ملكي جمهوري، نعم. من تأسيس الدولة عام 1921 لغاية 2003، نعم. 82 سنة اللي مرت، يعني هل كانت شكل الدولة لها هيبة تنمو تراكمي كذا؟ نعم. كان موجود هذا. صحيح. لكن من عام 2003 لحد الآن ما هو شكل الدولة، ما هي هوية الدولة، ما هو قيمتها في العالم؟ نعم. بلد الكل تستثمر به من أجل أموالها، نفط واستيراد وتصدير نفط واستخراج نفط وخلص، وأموال تأدي فساد وانتهى القضية. بلد من بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، أكثر الدول خرابا. صحيح. هذه عاصمته، هذه اللي تحدثنا عنها الآن. نعم. دكتور نظير قبل قليل كان يتحدث عن المدن، هجرة الفلاحين. صحيح. يعني بغداد عندما مصممة 3 ملايين مواطن، الآن يسكنوها 13 مليون. هذا قد ضغط على البنى التحتية، على الكهرباء وعلى المي وعلى كل شيء، وعلى المياه الثقيلة وعلى السكن وعلى الأسعار وعلى الحياة وعلى الطبيعة والمناخ، كل جزء من عنده. نعم. وعلى سوق العمل، هذا كل جزء من عنده، هذا كل جزء من العشوائية التي نعيشها. نعم. لأن نحن نعيش في فوضى كاملة، وهذا اللي يؤكد أنه لا دولة في العراق، لأنه لو هناك دولة في العراق هذا كله ما يحدث، هذا كله محسوب. صحيح. هناك خطط تنموية، هناك أموال. نعم. يعني هناك دول كثيرة في العالم تتمنى أن تكون عندها أموال حتى تبني خططها. نحن لدينا أموال هائلة جدا، لكن وين ذهبت؟ نعم. يعني هو بلد يصير في بلد عنده 8 ملايين موظف،
وين صايره؟ 8 ملايين هاي البطاله الكبيره هاي 8 ملايين موظف انت تصرف لهم 83 مليار دولار سنويا من موازنتك اللي هي 130 مليار 82 الى 83 مليار دولار فقط رواتب هذه كارثه متى يعني تضع اموال للبناء والاستثمار والبناء والبنى التحتيه لا توجد لذلك الحديث عن الازدهار تطور العراق كذبه كبيره اما هاي مجسرات وما اعرف بينه محاوله لتجميل هذا الوجه القبيح هو بس مجرد مجسرات ويعني كذبه كبيره هذه ومولات ومطاعم ويقول لك العراق تطور شلون تطور البلدان تتطور بزراعتها بصناعتها بشخصيتها وهذا يبني وبيئة منها القومي بسيادتها باستقلالها بدراستها بتعليمها العالي بنموها صحيا وثقافيا هذا النمو هذا الازدهار هذا يشكل الازدهار دكتور نظير لو أردنا أن نركز على مواطن الخلل بسبب جفاف الأنهار فإن مساحة الأراضي الزراعية التي تعتمد على الأنهار تناقصت ما يقارب 61% خلال 10 سنوات ماضية أين يكمن الخلل في وزارة الزراعة أم في وزارة الموارد المائية؟ في الحقيقة بالثنتين يعني احنا إذا ننظر إلى التركيب بالوزارتين تلاحظ هذا يعني الكتل السياسية المختلفة اللي مشاركة بالحكم تفرض أشياء غير صحيحة على هذه الوزارة على كل الوزارات وهذا أيضا ينطبق على الزراعة والموارد المائية يعني الوزير مثلا من كتلة معينة الوكيل من غير كتلة المدير العام من غير كتلة هل أشخاص يشتغلون لفائدة الكتلة اللي جابتهم مو الفائدة الدولة زين أو الوطن فلذلك شوف تناقض كبير جدا بالفعاليات وحتى لو كان الوزير ما من ما يكون زين إذا هو ما يختار الأشخاص اللي يعتمد عليهم ما يقدر ينفذ أي خطة هذا جانب من الجوانب الشيء الآخر مثل ما تفضل دكتور رافع احنا ما عندنا أي شيء استراتيجي يعني خطة استراتيجية قلنا احنا وأعيدها مرة ثانية أنه إذا ماكو خطة استراتيجية بعيدة الأمد تنفذ من قبل الوزارات المعنية بغض النظر من هو الوزير أو من هي الكتلة الحاكمة فما رح نتوصل إلى أي نتيجة ودائما رح تكون النتائج عكسية وهذا اللي حصل عندنا من 2003 إلى الآن لا عندنا خطة استراتيجية الأشخاص اللي يديرون الوزارات المعنية غير كفؤين معظمهم مع الأسف قسم منهم نعم عندهم كفاءة لكن قلت لك الكتل السياسية والتنافس بيناتها على المصالح هو أهم من مصلحة الوطن وهذا شيء خطير جدا فلذلك نشوف دائما النتائج تكون سلبية مع الأسف طيب دكتور هناك إعلان لمجلس محافظة ذي قار يتحدث عن دخول 10 مناطق ضمن ما يعرف اصطلاحا بالدائرة الحمراء من الناحية الأكاديمية ماذا نفهم من هذا المصطلح الدائرة الحمراء الحمراء يعني خط الخطر يعني بعد هذا يعني راح تدهور الأمور الزراعية بشكل هائل طبعا محافظة ذي قار وحتى الديوانية كل هذه المحافظات على نهر الفرات في حالة حرجة ليش؟ لأنه أصلا مياه نهر الفرات من تدخل من الحدود السورية العراقية هي كمية الأملاح بها عالية حتى يتلافون النقص في المياه الحكومة ايش دا تسوي دا تزود نهر الفرات بالمياه من بحيرة الثرثار الثرثار أصلا كمية الأملاح به عالية جدا فلذلك من توصل المياه إلى الناصرية تكون كمية الأملاح بها عالية جدا جدا غير صالحة لكافة الاستعمالات للإنسانية ولا الزراعية فهذا هو السبب يعني مو بس شحة المياه زائدا تردي نوعية المياه
وهذا مو شيء جديد. يعني قبل يمكن 20 سنة الأسوكا كتبت عليه، وأكو دراسة مسويتها جامعة بغداد أيضا، وزارة البيئة. زين، إحنا ناشرين بحوث وغيرنا أيضا ناشرين بحوث حول هذا الموضوع، لكن أي إجراء لتحسين هذا الشيء ما موجود على أرض الواقع مع الأسف. وهذه إذا بقى الوضع كما هو عليه فراح تنتهي بشكل كبير الزراعة على نهر الفرات. وأكو حتى السيد رئيس جمهورية السابق برهم صالح نعم إحدى التصريحات اللي إله أنه 7 ملايين من العراقيين على نهر الفرات راح يتأثرون بشكل كبير نتيجة شحة المياه وتردي نوعيتها. هاي رئيس الجمهورية السابق في إحدى تصريحاته، عدا قسم من المنظمات الدولية، واحدة منها منظمة نرويجية أيضا نطت نفس الرقم زين طيب حول نعم هذه نعم المسألة مع طيب الأسف. دكتور رافع، بدقيقتين يعني تحدثت بشكل مسهب مشكورا على حجم المشكلة والضرر الذي أصاب العراق، ولكن ما هو المطلوب آنيا من الحكومة الحالية لإخراج العراق من أزماته المتعددة ما يخص التصحر، الزراعة والمياه؟ ما المطلوب دكتور؟ حقيقة لو كان لدينا دولة، دعني هكذا أتحدث، لو كان لدينا دولة كان لدينا منهاج، كان لدينا فكر يعني آني ومستقبلي استراتيجي، كان لدينا خطط تنموية الحقيقة، لما كان فرطنا بالكفاءات هذه ملايين الكفاءات ومن ضمنها الكفاءة دكتور التي نظير. ضيفك الآن نعم دكتور نظير، هذه هذا يدل انه هذا البلد لا يريد هذه الكفاءات، هذه الكفاءات العليا الكبيره، هذه الاعلام لا يمكن التفريط بها، هذا يدلل على انهم لا يريدون الحلول. لذلك من لا يريد الحلول لا يمكن ان يسعى لايجاد حل حتى اللي تقترحه. والان دكتور نظير كان يقول لك قدمنا بحوث وقلنا لهم وحكينا وياهم، لا احد يسمع الحقيقه. تفكيرهم باتجاه آخر، تفكيرهم تجاري، المكسب السريع، المكسب المادي وخلاص، لا يهمه حتى شكل الدولة. أنت الآن عندما تنظر إلى شكل الدولة تقول إنه هؤلاء الذين يحكمون الدولة هل لديهم بعد استراتيجي للبقاء بالحكم وقيادة الدولة وبناء شعب وبناء دولة واستقلال؟ لا أبدا، هذه يعني أخطف وجري مثل ما يقول في المثل المصري، يعني الكل تريد أن تربح. لذلك لا توجد خطة تطبق وتعطى لهؤلاء لكي يطبقونها، لأنه أنت يجب أن تكون هناك سلطة تنفيذية لتطبيق هذه الخطة، لذلك لا توجد. يجب أن تزيل هذه السلطة وتأتي بسلطة تقتنع يعني عينها وتحب العراق، تريد العراق، لديها رؤية آنية ومستقبلية تقبل صحيح. بكل الخطط، وهي من تبحث عن الخطط، وهي من تبحث عن الكفاءات وتغري الكفاءات لكي تأتي وتساهم في طيب. إعادة هذا الموضوع. دكتور نعم. نظير، بدقيقة ونصف، هل ما زال الوقت متيسرا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العراق؟ طبعا ماكو مشكلة ما لها حل، وهذه الحلول ترى تكلمنا عنها على قناتكم الكريمة وخلال بحوث ومؤتمرات صار أكثر من 15 سنة، لأنه هي مو فتشي دا اخترعها أني، أكو أسس علمية وواقعية وأيضا توقعات مستقبلية مبنية على العلم والمنطق، وكلها قدمناها. لكن ما مثل ما تفضل دكتور رافع، الاتجاه غير شكل، الاتجاه هو الاستفادة من المنصب وجني ما يمكن جنيه بأقرب وقت ممكن، ماكو خطة بعيدة المدى لخدمة الوطن. فلذلك ما حد يسمع هذه الحلول اللي هي بسيطة جدا ومن الممكن أن تساعد البلد على تجاوز هذه الأزمة. حتى احنا التفاوض مع تركيا وإيران زين نطينا كيف يجب أن يكون في هذا المجال، وأني متكلم مع عدد من الوزراء وقسم العلم عادونا على ما يريدون واحد يفهمهم شنو صحيح. القضية، لأنه مصلحتهم الشخصية هي فوق مصلحة الوطن نعم عكس ما دكتور. هو مطلوب منهم. هذا هو السبب مع الأسف. أنا أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم دكتور، أخذنا من وقتكم.
شكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا جزيلا لكم دكتور. مرحبا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.